عليكم، معكم الكوتش طارق المليح. يوم جديد، حركه جداد. كما عودناكم ديما التسخينات، التسخينات ضروري، احماء ضروري. اكثريه اننا ما كنكونوش موجدين للحركات، التسخينات علاش كينفعونا؟ اننا كيعطيونا الليونه في العضلات ديالنا، وفي نفس الوقت كيوجدوا لا بسيكولوجي ديالنا، النفسانيه ديالنا والسيستم نيرفو ديالنا، اننا غنديروا الحركات. درنا التسخينات من الفوق لتحت، ساليناهم. اليوم غنخدموا لو كور كامل اون جيماج. غنبداو بواحد الحركه اللي سهله. غنجي هنا هكا تخبط، غادي نهز واحد الرجل اليمنى، وغنهز رجلي ايدي اليسرى، وغنبقى 30 ثانيه بحال هكذا. الا درتيها وانت كتشوف قدام كلشي، الجسم كامل كيخدم. هنا 30 ثانيه، هنا 30 ثانيه. غنرتاح بهذه الطريقه. غنجبد بحال هكا واحد 30 سكوند، ونعاود ثاني بحال هكذا 30 30، يعني دقيقه. غنعاودها 5 د المرات، غنرتاح 30 ثانيه. من بعد غادي نجي نديرو شويه د الصعوبه كما كنا بحال هكذا. غنجي غنلاقي الكود ديالي مع الركبه ديالي، وغندفع غنديرها من الجهه الاخرى باش تبان لكم. إيدي كانت مطلوقه كما كنا قبيله، ولكن دابا غنديرو شويه د لا كومبلكسيتي، غنصعبوها شويه. غنحاول نديرها 25 مره. هنا في هذه الحركه هذه كنخدم البطن ديالي، كيخدم لي لومبير ديالي، كيخدم الكتاف، كيخدم ليكيليبغ، حتى دوك العضلات اللي مخزونه، اللي صغيره ومخزونه كتعود تخدم، لان كنخدم ليكيليبغ ديالي. درت الحركه الاولى، درت الحركه الثانيه. من بعد غنجي عندي الحركه الثالثه وهي الاخيره. غنبقاو في نفس الوضعيه، ولكن كنت بحال هكذا، كانت ايدي قدامي بحال هكا، ورجلي هنا. غندفعهم بحال هكا، بحال بالجسم ديالي غرسم حرف اكس، وغادي نبقى. هادي كنزيد شويه الصعوبه، لو ماكسيموم كنزيد الصعوبه، وكنبقى 30 ثانيه، وكنقلب اليد الاخرى. كنا بحال هكا، غندوز بحال هكا، الجسم ديالي كامل كيخدم. كنبقى 30 ثانيه، دقيقه 30 30، كنرتاح 30 ثانيه. كانت اثيره، وبذلك غنكون درت ثلاثه الحركات، وضعيات كاملين ديال الجسم ديالي، والجسم كامل خدم. كنتمنى لكم الصحه والعافيه. موعدنا في الحلقه القادمه ان شاء الله.